هرجع معاكم تاني للي كنا بنتكلم عنه، عن المؤتمر الاقتصادي. لماذا مؤتمر اقتصادي؟ طب هنعمل ايه بالمؤتمر الاقتصادي؟ اعتقد انه ما فيش حد فينا ما عداش عليه فكرة اعتقد انها فرصة تنقل مصر، صح؟ لما بنمشي في الشارع كده ونقول يا لو السياحة ترجع، ده تمشي عجلة مش بس الاقتصاد في مجال السياحة، لكن قطاعات مغذية متقدرش تعدها، والسياحة لما تنتعش تنعش باقي القطاعات. ونرجع نقول طب السياحة بتنتعش هي بس بحجوزات الفنادق؟ لا، السياحة بتنتعش زي ما قلنا لحضراتكم كده، بان الايكو سيستم النظام كله يبقى فاهم اننا دولة سياحية، وبالتالي تسن قوانين تساعد على حماية حق السائح في السير آمنا في الشوارع، تسن قوانين تنظم الأسعار بتاعة كل المنتجات اللي بتقدم للسائح مثلا. فإحنا بنقول أمثلة بسيطة جدا، لكن ده اللي إحنا نقصد بيه فكرة المنظومة المتكاملة. مستثمر عايز يضخ استثمارات في مصر، هل بس هيشجعه إنه مصر دولة قوامها 100 مليون شخص فتقدر تعتمد عليهم في إن منتجاتك تتوزع وإنت مرتاح وإنك تقدر تصدر لأن موقعها متميز؟ الإجابة لا. الإيكو سيستم، النظام بشكل عام، كل قطاعات الدولة إزاي بتخدم المستثمر، ده باختصار اللي احنا متوقعين نشوفه في المؤتمر الاقتصادي اللي بينطلق يوم الحد اللي جاي برعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. بطبيعة الحال أننا بنعقد مؤتمر اقتصادي في نهاية شهر أكتوبر في وقت حساس جدا، العالم كله بيمر بأزمة اقتصادية، يعني عندكم إيه تقدموه جديد؟ احنا مصر كمان بتنظم كوب 27 بعد اسابيع قليله، طب يعني الداعي اننا النهارده نجتمع ونتكلم عن تحولات اقتصاديه؟ الوقت والتوقيت يخلينا نقول انه مهم جدا اننا نتكلم عن تحديات. وسعدت جدا لما عرفت انه تفاصيل وتقسيم المؤتمر، ايام المؤتمر كمان تقريبا بترجم اللي احنا كمواطنين بنفكر فيه بقالنا فتره طويله. ان اليوم الاول بتكلم على سياسات الدوله بشكل عام، كيف يدار الاقتصاد في مصر، وده كلام مش بس مهم يسمعه المستثمرين لكن كمان مهم نسمعه احنا كمصريين. اليوم الثاني بيتكلم عن دعم القطاع الخاص والتسهيلات المقدمه للقطاع الخاص، وازاي واعلان وثيقه ملكيه الدوله اللي سياده الرئيس اتكلم عنها ازاي ده يتحقق. واليوم الثالث اتكلم عن الاقتصاد المؤسسي للدولة، ده اللي أعلنه أو دي أجندة المؤتمر الاقتصادي المعلنة، لكن بالتأكيد في تفاصيل إحنا كمواطنين نحب نعرفها عن دعوة المستثمرين، كيف تم اختيارهم، إزاي مخرجات المؤتمر نضمن إنها تدخل بسرعة بقى في، إذا صحت الكلمة القديمة بتاعت زمان، دولاب عمل الدولة، وبالتالي الإيكو سيستم اللي احنا بندور عليه يتغير فعلا. معنا متشرفين أنه معنا دكتورة رندا حمزة مساعد وزيرة التعاون الدولي. مساء الخير عليك يا دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا، زي حضرتك أستاذة دينا. احنا مبسوطين وعارفين ان انتوا مشغولين جدا وان انتوا عندكم استعدادات كتيرة جدا لهذا المؤتمر، بس هنبدأ مع حضرتك بأولا لماذا هذا التوقيت تحديدا، وانا عارفه ان كل اجهزه الدوله مشغوله كمان في كوب 27. هو سؤال مهم جدا طبعا. زي ما احنا عارفين ان دلوقتي العالم كله بيشهد ظروف اقتصاديه صعبه جدا، ده طبعا جاء على خلفيه عدد من الازمات الدوليه اللي هي زي ابتدت طبعا في 2020 بجائحه كورونا، ثم يعني بدا العالم في التعافي في اخر 2021، ثم بدايه 2022 فابتدت التوترات في اوروبا مع الحرب الروسيه الاوكرانيه، فده كله طبعا يعني عمل انعكاس كبير جدا على مؤشرات الاقتصاد عالميا ومحليا. وفي نفس الوقت طبعا كان لازم ان هو يبقى فيه حلول سريعه علشان نشوف ايه اللي ممكن نقدمه يعني للاقتصاد، يعني البلد تقوم بيه علشان نقدر يعني نؤثر في انتعاش للاقتصاد، علشان ما يعني محتاج ان يحصل تدخل بطريقه ما، وبالذات في محور طبعا تمكين القطاع الخاص، لان القطاع الخاص هو المحرك الاساسي للنمو الاقتصادي. طيب
دكتور رندا، انا عايزه اسال حضرتك بصفتك مساعد وزيره التعاون الدولي، ووزاره التعاون الدولي واحد من ادوارها الرئيسه هي جذب استثمارات وبناء علاقات وشراكات يعني دوليه. ازاي تم اختيار او تم دعوه المستثمرين لحضور هذا المؤتمر؟ هي القطاعات، انا متاكده ان انتم على اجندتكم يعني عشرات المشروعات اللي بل مئات من المشروعات اللي في ناس مهتمه انها تنفذها، ازاي تم الاختيار ودعوه المستثمرين لهذا المؤتمر؟ خليني طيب يعني اتكلم تحديدا على التعاون الدولي، وان هو تعاون مع مؤسسات تمويليه دوليه، سواء كانت عن طريق علاقات ثنائية ما بين الدول أو عن طريق مؤسسات تمويل دولية متعددة الأطراف. إزاي ده بيدعم القطاع الخاص؟ وهو هذه المؤسسات طبعا بتوفر دعم للقطاع الخاص عن طريق عدد من الآليات، منها توفير خطوط ائتمان مباشرة أو عن طريق تمويل البنوك اللي بدورها بتمول مثلا شركات الصغيرة والمتوسطة، وبتعمل برضو زي دعم فني برضو لهذه الشركات علشان تقوم بدورها، أو بتعمل تأمين ضد المخاطر والضمانات اللي بتحتاجها هذه الشركات. وبناء على هذه التدخلات كلها تم اختيار المشاركين اللي هم مثلا بيكونوا أكتر ناس مستفيدة من هذه التمويلات أو عندهم فرص للاستفادة من هذه التمويلات طبعا عشان التعريف بيها بشكل أكبر. فهي في هتلاقي الشركات الكبيرة اللي هي اللي بتساهم في المشروعات الكبيرة على مستوى الدولة، هتلاقي الشركات المتوسطة والشركات الصغيرة، هتلاقي البنوك اللي هي اللي بتاخد خطوط ائتمان وبتعيد تمويل القطاع الخاص من عن طريق وسائل مختلفة، هتلاقي طبعا بعض ممثلين هذه المؤسسات الدولية علشان يتكلموا على كمان الجوانب الأخرى اللي هم بيوفروها، اللي هو الدعم الفني والتدريب اللي بيوفروه للقطاع الخاص علشان يتماشى كمان مع المتطلبات الجديدة للاستثمار الدولي. وهو زي ما حضرتك قلتي طبعا أشرتي في المقدمة إن ده وربطته بفكرة استضافة مصر لقمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ ان شاء الله، وازاي المعايير البيئيه دي تدخل كمان في استثمارات القطاع الخاص، لان هو ده اللي بقى مطلوب عالميا دلوقتي. واذا احنا هننافس على المستوى الدولي فاحنا هيبقى متطلب مننا طبعا ان احنا نتوافق مع هذه المعايير، لانها بتفتح مجالات كبيره اكبر للتصدير وبتفتح مجالات للانتاج وفرص عمل اكثر. طيب. انا عندي سؤال يا دكتوره، ودي برضو حضرتك صححي لنا المعلومه دي. يقال دايما ان المستثمر الاجنبي ما يجذبه بالأساس هو وضع المستثمر المحلي، فهل هيجلس الجميع على طاولة واحدة ويتكلموا في التحديات اللي بتواجههم؟ المستثمر أو القطاع الخاص في مصر هيطرح كل المعوقات ويتم طرح حلول، وبالتالي يتم يعني وضع آلية جديدة للعمل في مجال الاستثمارات غير الحكومية؟ يعني إيه الرؤية لدمج القطاع الخاص مع الاستثمار الأجنبي وأنه يبقى مثل حقيقي لأنه تسهيل عمل الاستثمار الأجنبي؟ ما خلينا نقول إن ده دلوقتي يعني مهم جدا، أول نقطة في هذا الموضوع أو اللي تقويه، لأن هو بالفعل موجود الصراحة. أول نقطة بتقويه إن يكون في حوار مفتوح ما بين الأطراف الفاعلة كلها، وهو ده اللي هيحصل غالبا في المؤتمر الاقتصادي، لأن جميع الأطراف هتكون قاعدة على في مكان واحد بيتكلموا بشفافية وبيحاولوا يوصلوا للحلول أو للتوصيات اللي ممكن توضع موضع التنفيذ علشان تشجيع الاستثمارات، سواء التوسع في الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية. وجود طبعا المؤسسات الدولية بيبقى مهم جدا، لأن المؤسسات الدولية دي بتشتغل زي ما بتشتغل في مصر، بتشتغل في بلاد كثير، المساهمين في رأس مالها هي الدول كثيرة جدا، منها طبعا أكبر المساهمين من الدول المتقدمة، فبتبقى عارفة إيه المعايير اللي مطلوبة إن احنا مثلا تبقى موجودة عندنا علشان مناخ الاستثمار يبقى أكثر جاذبية. فوجودهم الناس بالضبط إن هم إزاي عن طريق التعاون الدولي اللي بيحصل ما بينهم ما بين مصر مع كافة الوزارات المعنية بيعمل وحصل. بشكرك يا دكتورة راند.
بشكرك دكتور رندا حمزة مساعد وزير التعاون الدولي. إذا نتوقع الكثير من مؤتمر الاقتصاد خصوصا في مجال دعم القطاع الخاص وأيضا الاستثمار الأجنبي.